شو دكتور؟ طمنا. الضغط طبيعي الحمد لله. صدقوني يا جماعة ما فيني شيء، كل الموضوع اني تخت شوي عملكم ما فيني شيء. شفكوا ليش عم تطلعوا فيني هيك؟ والله ما فيني شيء. ماما والله احنا مو متعودين عليك تكوني تعبانة او مريضة. ليش حبيبي؟ ماما مو مثل كل الناس بتتعب من كثر الطلبات وبتمرض. بس انا ماني مريضة. ماما بجوز ما تكوني مريضة بس اكيد في شيء صاير معك لحتى تدوخي وتفقدي توازنك بهالشكل. سلامتك ماما سلامتك. خلص سلامتك. انا بكره بروح عند الدكتورة ايمان، هي اكثر وحدة بتفهم علي. يعني ما بدك تنزلي معي على المستشفى اعمل لك شوية تحاليل؟ لا بروح عند دكتورتي. طيب على راحتك. اسمعي، إذا ما بدك تروحي لعند الدكتورة إيمان مثل ما عم تقولي، بدي آخذك مخفورا لعند الدكتور، فهمتي؟ خلاص. يا بدك شيء؟ جيب لك شيء. سلامتك حبيبي، سلامتك تقبرني أنت. تفضلي ست حلال. بالسلامة إن شاء الله. طمنيني دكتورة. شو بك دكتورة؟ ليش ساكتة؟ حالتي خطيرة شي؟ ليش عم تضحكي؟ قولي لي شو بني؟ بصراحة ست حنان انتي حامل. شو؟ أنا حامل؟ حامل وبهالعمر؟ وشو يعني إذا كنتي حامل بعد هالعمر؟ ابني الصغير صار عمره 10 سنين يا مها. طيب وين المشكلة؟ هالنعمة اللي مستنكرتيها على حالك ومتحججة بعمرك، اختك كانت مستعدة تدفع عمرها كله مقابل انها تتحقق. بعدين انتي لازم تفرحي، مو طول عمرك انتي بتحلمي يجيكي بنوتي؟ بنوتي؟ يا ريت. ايه ما بتعرفي، بجوز رب العالمين حب يحقق لك هالامنية. شو حكينا؟ أنا اليوم رحت على عيادة الدكتورة إيمان. إيه. وعنا فحصتني وقالت لي. ماما كمان الله حكي لنا يعني. خير. شو؟ قالت لي. شو قالت ماما؟ يا شرحت لك شو سبب الدوخة وشو سبب قالت لي إني حامل. حامل؟ 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 عم تمزحي؟ لا شو عليك؟ رح تصيروا قرحة. مبروك الحامل. شو صار له؟ حاجتك تتوتر وتعلي صوتك ما تسمعك امك الله يخليك. لك بدك تصير هيك مصيبه وما اصرخ وعلي صوتي؟ شو يا غيس وين مصيبه؟ امك طلعت حامل يا حبيبي. لك مصيبه ومصيبه كبيره كمان، انت مستقل نظره الناس لان بكره لما يعرفوا انه امنا طلعت حامل بعد العمر. وطي صوتك. وين المشكله؟ وين المشكله؟ وين المشكله؟ ما عم افهم انت شلون اخذ الامور هيك بكل هدوء وبساطه. حبيبي رجاء وطي صوتك، امك قاعده بالغرفه هلا بتسمعك، ما بكفي قديش متوتره. لا خليها على راحتها تعمل فينا هيك عامله وتقعد تنبسط هي بهدوء. غيس غيس رجاء ها رجاء، انت بكبر الموضوع اكثر من اللزوم. لك حل عنا يا حاجة تبكي بس بكفي. مالك سمعانه كيف عم يصرخ ويعيط؟ يصرخ ويعيط قد ما بده، مين سأل عنه يعني؟ أنا السبب، أنا السبب. لا إله إلا الله. حنان ليش هيك عم تحكي؟ كأنه عاملة معصية ولا مرتكبة جريمة. حنان هذا حقنا نحن، نحن إلنا حق نجيب قد ما بدنا أولاد، ومشكلته مشكلتنا نحن. صدقني
صدقني ما كنت متوقع انه رح يصير معي هيك وانا باخر العمر. لا اله الا الله، لسه بتقولي باخر العمر؟ بكفي حنان، حنان طيب طلع فيني، انت حاسه بنت ولا صبي؟ بنت. ركبت. بعدين معك. ألو، صباح الخير ست نعمت. كيفك أنسة حنان؟ قلت لحالي صارت الساعة 11 وما أجيتي، حبيت أطمن عنك. خير إن شاء الله، سلامتك. لكن ديري بالك على حالك. أهلا وسهلا، الله معك. خير؟ شو بها ليه ما شرفت؟ ما في شي، قال تعباني شوي. سلامتها. سليم، يعني برأيك فنجان القهوة قديش بده وقت ليصل؟ يلا بسرعة. صار الأمور كلها تفوضى بالمستشفى. غيس، أنت متوتر من الصبح شباب. سلامتك سعد، ما في شي، تعبان. تعبان شوي صغيرة.